عيان عندها وعيان عندها برونكيال أزمة وبتاخد أدوية كتيرة، إيه الدواء لما يحصل الأعراض دي أفكر فيه من الميكس اللي أنا مديهولها؟ ما أنا ممكن أبقى مديها كذا وكذا كذا حاجة، ستيرويدز، بيتا ستيمولان، ثيوفيلين، إيه الحاجة اللي فيهم تعمل نوزيا وفوميتنج وممكن سيجرز ها وأريثمياز؟ لما أبدأ ألاقي عيانة الأزمة داخلة في الحالات دي وأنا مديها علاج، لازم أفكر في إيه؟ الثيوفيلين. يعني يوم ما الاقي نوزيا فوميتنج سيجرز او اريثميا في القلب في عيانه برونكيال ازمه وعين برونكيال بياخد علاج، لازم افكر في احتمالات ثيوفيلين ايه توكسيسيتي.